الموضوع اللي عايزه اتكلم فيه النهارده بيمس ناس كتير قوي، انا منهم واولادي منهم وقرايبي واصحابي واولادهم، وهو الايباد والسيلفون وكل السكرينز، الشاشات اللي ماليه بيتنا وحياتنا، خصوصا للاطفال الصغيرين. هل فعلا من العملي ان احنا نقول احنا هنمنع ولادنا من ان هم يستخدموا السيلفون او الايباد او كل السكرينز دي؟ انا فكرت كتير قوي في الموضوع ده، لقيت انه ما ينفعش، ما ينفعش، لان احنا بقالنا سنين طويلة، على الاقل الخمس ست سنين الاخيرة، كل الاولاد في الفترة دي اتعودوا ان هو ياخد السيلفون بتاع مامته او بتاع باباه ويلعب عليه كاندي كراش وانجري بيردز وكل الالعاب دي. نيجي دلوقتي نقول ناخد الموبايلات والايبادز من اولادنا والموضوع كده هيبقى عادي؟ لا طبعا، لان ببساطة احنا حولنا اولادنا لمدمنين. الاستخدام للسكرينز واللعب على المختلف الشاشات دي بيخلي المخ، بيحفز المخ ان هو يفرز اندورفينات اللي هي المواد بتاعت السعادة والإحساس الكذاب بالإنجاز، السكور وهاي سكور ووصل بقى للليفل الأولاني وبعدين التاني والتالت والعاشر والخمستاشر وهكذا. طيب نعمل إيه؟ ببساطة نعالجهم زي ما بيعالجوا المدمنين، نديهم جرعات أقل شوية بشوية. ودلوقتي موسم المدارس دخل خلاص، واعتقد ان هو وقت مناسب جدا لاتخاذ بعض القرارات الحاسمة. من زمان جدا انا كنت بعمل ايه مع ولادي، ان هو عشان يقعد على يلعب فيديو جيمز او على الايباد او على السيلفون بتاعه، he has to earn الوقت ده، يعني عارفين يعني ايه، يعني يكسبه بحرق جبينه. يعني ايه برضو؟ يعني كل مثلا نص ساعة على الفيديو جيم قصادها ساعة مثلا يقرأ، او مثلا 20 صفحة من كتاب او كوميك بوك، او يقوم ينظف الأوضة بتاعته، او يقوم يساعدني في شغل البيت، او يعمل 5 صفحات من كتاب الحساب الماث بتاعه. المهم ان نربطها له بحاجة هيعملها، يقوم كنوع من الريورد، من المكافأة اللي هو عمله ده، هيقعد ساعة او نص ساعة. من الحاجات كمان المهمة جدا واللي انا لقيتها مريحة جدا جدا في التعامل مع الولاد، ان يكون في منبه، يكون في الارم موجود في البيت. المنبه ده محطوط في حتة واضحة نحدد بيها وقت المذاكرة، وقت اللعب، وقت الفرجة على التلفزيون، وقت الفيديو جيمز، وقت كل حاجة. المنبه هو لما يرن المنبه يعني وقتك خلص. الموضوع محتاج، يعني محتاج مثابرة، واهم حاجة محتاج consistency، محتاج استمرارية، يعني يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم. لان لو جينا في يوم وربكنا كل البلان اللي احنا عاملينها دي، وللأسف كأننا بنرجع من الأول وجديد. يعني كتب السايكولوجي بتقول إن الواحد محتاج من 21 يوم ل 30 يوم، يعني من 3 أسابيع لشهر، عشان يتخلص من عادة. وعادة التخلص من عادة بيكون إن احنا بنحط حاجة مكانها، بندخل حاجة تانية، نشاط تاني، أو عادة أخرى أحسن وأنسب. لو بس فكرنا ان احنا لمدة ال3 اسابيع الاولانية في المدرسة دي، ان احنا نقعد مع الاطفال ونقول لهم انا هسمح لك مثلا ان انت تلعب ساعة بعد ما ترجع من المدرسة، وبعدين لما الساعة دي تخلص والمنبه يرن، هنقعد نحل الواجب ونشتغل ونعمل كل الحاجات اللي علينا، وتروق مثلا اوضتك، وبعدين هديك ساعة تانية. كده بقى في حاجة بتشغل الطفل، وبقى عنده استعداد انه يعمل حاجة عشان قصادها ياخد الوقت
بتاع ان هو يقعد على التليفون او يقعد على الايباد او يقعد على الفيديو جيمز. محتاجة تدخل مننا احنا الابهات والامهات، بس ده دورنا ولازم نعمله.